وحان كجننا ومساجد وحا ختامك الله سمينا وقرانك وحا سعدنا ومسابقاتي يطرطن كقرانك مركا رنتي ومالين حسيد مضان سود وادا حفلة دينا إن شاء الله أما ختام كان بان بلا بينا أولا إلهي سبحانه وتعالى ينكو حمدنينا الله هل كان إنه جمعيي أنك ما أنت صوما مسابقة القرآن كختم كذا هل كان أسوى حاضرني إلهي سبحانه وتعالى ما هذا قدم بانو علينا وحان ما هذا بانو علينا لينة التحكيم وبرنامج كان أيامها نوضا نتاقنا عروتنا كلا ساران سعدا لنا كحكمان ما هذا وين بانو علينا وحان ما هذا كلا علينا حضور كدمان بو ضدك سوى حاضري والدين تا أرتيتا معلمين انت ومهد بانو علينا وحان مهد بانو علينا علماء دعاء او برمامج انا اكو كسو فرعمي حق ولنا معلمين وها شيخ عبد الله هو يهي لما انتظر محالينا هاي سود وادا ختام كسود وادا سابقا كسود وادا مسي ابن القيم كسور الوالا ما هذا هو يبان علينا وحان هذا كان يعلينا ضيوف تصاحى ضيرتي لما انتظرنا وحان علينا ما هذا بان علينا وحان ما هذا قالوا علينا ورالك ان ادم برا خير الله سيو او انت يا حفلة سعوتي برنامج كان الاولي مالنا عن نورم مقنان كيل يهو وانا لقر ابتاقنا ما انتنا حاضر اساقنا ما هاد بانو علينا وحان هادو علينا رئيس كمسد ابن قيم وهذا نلجو كلمة قال انتونا رئيس كان وحان علينا ما هاد مع قد قيسا وحالنا يوم سنتي جهدك فراها بدن او قبح حسين مسايك نظافة فراها بدن رنت ومسجد ان هبام من هذا القيم بدن مكا وحنا رئيسك عليه وجماعة هذا وما سنتي وحن هذا علينا خطيبك امامك مسجد ابن القيم جزاه الله خيرا الشيخ حسين عبد الله وبرنامجنا صغنا دبر كودكتين جهدي بدلنا كل بحيي ما هاد بان علينا وحان ما هاد علينا كيمن كجامعة المستقبل الشيخ حسن عبد سنة ما هاد بان علينا وجامعة كسعظة وحان ما هاد علينا مدير كمدرسة خديجة رعاية نرقه قابي كمان شو اسماعيل علي للجميع حالنا السود والا حفلة كسود والا ختامك كسر الوالا مسابقة كسر الوالا أهلا وسهلا ومرحبا بكم إن شاء الله وحرمنا وقتي وقاون وما هالشيء تأخرتينا بالابنا حفلة إن شاء الله وحنكم بالله دون قرانك وحاو خير بدنا وحنكم بالابنا وقرانك وحنو يرد يقول إلى هذا عبد الناصر آدم عبد نافع آدم عبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم يا أيها الذين
سبحانه وتعالى أبركيو من لبدي سؤال المسلمين تنام فعلي سبحانه وتعالى كليو مر لغات يا مر سدحات يا مر أفراد وحان هذا علم جمعية القرآن والرئيس هذا هو سيد حسين خليل صواب إيتاي جهد قودي يددال كودي أي مرهن قوم ماذا لا سبحانه وتعالى جميع ذا بركيو أعضاء الرئيس لا سبحانه وتعالى ها بركيو وحان ما أذكر علينا معلمين تا أرضي ذا سيان أصوى أحبري إلهي سبحانه وتعالى كان ها بركيو إن شاء الله وحان معنا بالله من كلمة الضيوف تا أما أقول ماذا وحان رمكا إلا صوب القابيو قف كستا أفر دقيقان إن شاء الله هو قال لحي وحان ربا حدينا ويهلو إمام كمسجد كان خضير كمسجد كان شيخ حسين عبد الله جمعيتنا كاملة وحاني تفضل مشكورا ومأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إلهي با مهدس كلا سبحانه وتعالى اللي هي نعموي 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 انكيسا قر يخاص ونور نعموي الله يا مهدس كلا نعموي انك قده النقصية وحاكمة إيمانك يا إسلام مدى يا عقيدة صن قر كان ماركتي إن إسلام مدى عربك كقد واقعين حبناها كقد عمل فلينو iyo wixii nicaam uu Ilaahay u nasiyay oo araga iyo maqalka iyo nafsiga iyo maareeytay nicmooyinkiisa kala la soo koobeynin oo risqigiisa kamid yahay Allah samahad iskale mar hore iyo mar dambe iyo mar kastaaba inta ka soo go waxa maareeytay sharaf badan makaankan أن كسوغن هاي ومسجد إلهي يحلقن شرف تبضن يوم مناصبة يوقتقن شرف تبضن أو إسكالي هاي حفلة دا ترطن في القرآن الكريم كي تاكو سو دوادا وحانا سو دويني دمان مقتدن مسجد كسوغن كالدوان وماركتي ويني هاي وقامين هاي مدنها مقالة اللغة صوت دورتي آدم برا دعالي oo markaas taaba ma aragtay yimaado xafladan oo kale oo markaas taaba laga dhac arko xalfadaha diinta iyo culimada garabkooda soo dhawaan waan leenahay waxaan soo dhaweynaynaa culimada sharafta badan ee waxaan iyo juhdigan quraanka laaqinay uu mirahooda ka mid yahay iyo waxay soo saareen macallimiinta noo ahaayeen mirahooda ayagoo dhimanin adduunka ugu soo saaray yaan soo dhaweynaynaa waxaanan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay ka aqbalo oo naga aqbalo dhammaan soo dhawaad aan leenahay culimmada uu hogaaminayo sheekh cabdullaahi buulo waalidiinta yaan soo dhaweynaynaa jamciyatu qur'aan alkariim yaan soo dhaweynaynaa oo mar kastaaba maaragtay munaasabadan ku qabato masjid ibnu qayim ay tahay tii 11-aad dhammaan dadkaas ka soo wada qayb galay rag iyo dumar nin weyn iyo nin yar iyo akhyaartan hadda aan sheegnay ku soo dhawaada masjidka ibnu qayim gudihiisa iyo xafladan maanta lagu qabanayo ku soo dhawaada qur-aanka kariimkee sharafta badan lagu soo dhawaado ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala un maaragtay naga aqbalo camalkana maanta u taagannahay shaqadana haddan ku jirno iyo bisha ramadaan ba soonkeeda uu ilaahay naga aqbalo bishan inay noo dhammaanin annagoo dembigaana na dhaafin aan ilaahay ku baryaynaa nin kastaana arrintaas ha ku dadaalo carabkiisa ha ilaaliyo qalbigiisa ha ilaaliyo xubnihiisa ha ilaaliyo marka mar labaad iyo mar saddexaad martidaasaan soo dhaweynayaa aan shahaada maxamed khayr la siiyo haddana waxaana kariim aan siinay sheekh ana sheekh cabdullaahi cismaan waana afar daqiiqa inshaa allah بسم الله الحمد لله
صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. أما بعد، هذا كما دار وقت جابان ويدي سنة ويجابان تايبا لدعا أدي ربنا سبحانه وتعالى مهديسة وحن كوبي كما معها كم صدح وقال صدح بعلم الإسلام كعبهين صدح مارت النعمة أيان لكوبي كريم وبن آدم كؤوسن أوسن مارت غيراته من حلوس كجاري من الشكرين دول صدح الله يقع وعرف من خلفا وحاوي نعمة الإيجاد نعمة الهداية نعمة دخول الجنة من آدم كان أركي سان الله هي سيد سنة أنا أركي سان يقول رحلا هو هي سيد هذا يقول رحلا هي كرامين تن من آدم رب مساوي جسد فواحد سبنت هذا اللي قالك نعمة كلا ونعمة الهداية سؤال إنه هنوني إسلام كان هو دوري أين نعمة لا واحد تين كرامها نعمة دخول الجنة أين عمل حتى أبوه كجلا هي مشي كم نور كسبنا صلى الله عليه وسلم مثل هذا والشكر أنت أبوه والبرب هم هذه مرة لما ينكره فيمتسل ويجتني أنا رب سبحانه وتعالى وحو أمري هو جانسمه وحو كره بين أكتشوه وأنت موضوع عمانتا هنتي علماء يبطوا يكهلين أولا وحاول يكتاف القرآن كتاف القرآن كا هلا سيو هذا كتاف كرابينتيس هنا إلي بان كيابي ذات القرآن كما أنت أنكو امتحاني مساوغة اللوسو بي القرآن كساوغة رنهي وطويل كداي دعية عفوا ويل كداي وحان عصاني إنه نو البي إلهه الله بارك نو البي إلهه ربي أو ويلك بركة كاسع عصان هي مدى كلا هو كلا أصحاب كسان هل يدعوه أو راك حديان وحان كود داري ويقع عصية ويقع النصيحة لما يهبو ذاتك قرآن كأنساء ورمينة قرآن كأحد السينة ذاتك سوحا يقع عصية أنت عن أسلوب جيني، إلى القرآن كما عيسى برنا مدبة هذاك هذاك مدبة ذاتك الوسو داري القرآن كالحبسيي سفي عنو أغرين هيان القرآن ك يعني مدى أن خدرنا القرآن كما عنه إيسى تفسير كأنه رمينا الحبسيين سيدا القرآن كالفت إيسى الحبسيين مركز القرآن كي أطام نغون هيان مركز الرجوع ونكسن يهي ورجحن يهي ذات كائن علماء نغضان إلى الدعاء نغضان مثل هذا أيضا نصيحة يقتها وأنا الشيء أنا لقم بارموي مثل هذا أخو برارمو مثل هذا كالي وحاوي إن بدن قلبك بهاش أبني ذا إن يقى الشيء كتاب القرآن كها دبعا ضد بلنبا مارتي يعني هاي علماء هيفر برتو أمور تعرف كي لاين، قرآن كأن وينه، قرآن كسؤال له وين هاي وين، سؤال له كرام بسنج وكرام بسنج، وح كسر يا مجرو، قرآن كقلب بيجانا ظاهر كأن يا قلب بيجانا وسلا أيلا قرآن كأكون نور، سؤال له قلب بيجان وين هاي، قرآن كأن قلب بيجانا أكون نور، مثلا نور بقلب هجري، مثلا نور بقلب هجري. قرآن كذلك يقان ذلك سر يمره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه إليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه ذلك مركة معلمين تهو سود عليه القرآن كذلك صوب عليه حديث كأسكوها اللي هي حديث فربنا ووقت إنك قارك سيدة آدم موت هو هذين يا ذا رزقي هو هذين رزقي هي موت هو سود بقرينه ربي عن رمينه كتابك عن رمينه كتابك عن راعنه كتابك عن وينينه ربي وحن كبر يعني إذن كم يكون شيخ أنا خير الله السيو أنا السيو شيخ آدم أحمد ومسائي كريس كيسا حوش نقول الحرو سلوي وحالي تفضل مشكور ومأجور سلو بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا إسكاله أول وأخيرا إلهي سبحانه وتعالى ما قدري وما أنت مساجد مساجد إلهي كمدة بيت البيوت الله سوكا كاني أنك إيو ضيوفتا شرفتا له أو كوكي هاي ولكن إن بيجينا غارسا تاون أخونا آدم برد دعالة يو إنت كلا ولا صعطة أو دولد كصعطة يو علماء إن شرفتا له دعالة مغالدان حاكر كنت آدي آد شرف لهم سودا ويرينا معلمين تي قرادي دتكي صوصاري جيل كان قرادي ومالمهن ميالدا نوريي جيت كان قف على قفي صومرا وحان قياسا قفي قلبي سنولي هاي لبدي ما نور صدى في يلو استاغاي هدو قاري وتانا درهيد فرناي كنتي آدي آد مرون باسته وحان مضى هشو قارسة نشموها مكة قرآنك الأخنة يا كنتي آد أدو إلهي فرصت فينا المشان صمر لها وحاضر ديه مارتي وون عجلانيك اللي يتجر مارتي عرفت عرورت عرفت مارتي وحانا عرورت إني عرورت قارسة وصمالي شليه ميش رقا دتك سو تربية أو صبر قرآنك إلهي سبحانه وتعالى أبركيو فنتي قرآن كفضل جيسة يو مارتاي قيمه سوحل كوبي كرمها من تعلم القرآن فعلمه كوقف القرآن كفضقمه من إله إلى إله إلا وين يوحاوة كميدة ننك قرآن كبرتوح ديو كفضقمه لوين شرف التاسعي وفير كلمة وحنسين دانا الداعية الشيخ إسماعيل علي وتعريفهم بهنين ومدير مدرسة خديجة ونائب جمعية الرعاية وهي تشيمن مسجد السنة. أهلا وسهلا ومرحبا بك، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي كنت مانتو مالمها مهم كاو جارس اي كمتهي ورن مالما بدن او مهم او آد اي آد سيدي كنت مجعان لهي واجرا لكن مالمها مالمها كتكورا اي كمتهي مانتا نعمانا نعمة وين نويتهي إلهي نو دائمية طبعا روحي وناك سميه إني لو ما هد علي ويستاهله وحنجعلان لها إن النار كورك باللابه المعلمين تا المها وحصو بري جديجا جمعية القرآن جديجا مسجد نقيم فضائل تا كل جود أي فضائيان برامج كاس إنه سيس عضو لوري توان صنو كم هالسنتين مسجد نقيم لكن حوا حنكقبنا سؤال بانك قمنا يا ابن القيم كذي وحلا قصور ما قالوا يا بدن تاه تادي بانك واد هذا يدونا باش أس حفلنا الله يدني لور ورجيو هدي له ده أنا حوا كم قمنا لكني تمر لفه كجته وكم سنتهين دلقات كاس يو أليك جن فرح بدن وانا أحسن ما قالوا برتن كذي كوي على مسجد ومسجد هجامية أو مساجدة جزاكم الله خير أجر الله ينكسيه waxaan runtii aan ilmaamay inaan u mahadceliyo culimada iyo dadka kulli arintaas ay murugta ku hayso inay diinta kor u kacdo. Waxaan kaloo ilmaamaynin inaan u mahadcelino walaalkeena Aadan Barre, qeyr Allah siiyo meeshaana nin baa fadhiyo weli ina arkin, waana sheekh, waana MCA Xasan Xasan computer Xasan Azhari Azhari ha naanigi marka waa ninka arga culimada ee noogu jiro MCA-yada
مو مدام إنه سوق الدوارين كله لكن كل إله وأمها العلنينة زاكم الله خير أنا وحان ربا وإن أنا كنت داره شعارك ماشي يا له وخيركم من تعلم القرآن وعلمه روح إذا خير بدن وروح القرآن كبرتي هذانا ذاتك سيبر مركا كو ذاتك برتين وخير بدين المهن هذا يريل القرآن كنو برتين خير ونكسن بي سميين والدك لدينا خير ونكسن بلقو المي خير كاس الله وكرنيو الله وبركيه كو معلمين تا أرنتا سحلك سقاضي أيضا دولد إيو مبادئ إيو ميزانية إيو وزير إيو نقالة إيو هيئات جرين رقا أيغان خير بدن باكسو غنتهين خير كاس الله يدن فهنسيو وحوا خير بدنيهين وخير بدن تين إذن لهي وزير معها إنبي معها ملحوين معها وإلهي سبحانه وتعالى مركوا خير بدنتهين خير كهاس كدادنين دين تأمنها بريسان إلهي درادي أبرا إلهي درادي أبرا وحبها السوينة لقالة إذن هشان وحبها السوينة إن الإنكالميو وحبها السوينة مارتي إن مقع عديالتان وحبها السوينة إن الدوم حكي هشان خير وحاك وفلا إن عروتي القرآن برتا وأن أبنها ما دكسية بضم على عليا ما لهم أكو أخرى الله أنها صلاة يدكو أخرية مشار الآن بأنها صلاة كو أخرية العقل لما سي صلاة كو وضع وحن أجمله وح أجاشها وكفر لهم إلى يبدو كأجي هاي وح كل أوبا هنت هاي ماله صلاة كو وضع الدين ته صلاة أنا كو جامية خير الله في شاب إسماعيل وما بريسين والشرف من كرّوا ما لحني بدا أنت من كرّوا جنة من كرّوا كتاب رب سبحانه وتعالى أو خدمية إلا يقول إنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون محمد القرآن كان شرفه كوي هذه القوم كذا وأن سويد دونك وردونا هذا وهو شيء سوى قال نيسا كلمة العربة ويان سوى قالنا إن شاء الله وحاربا إن كلمة سيا شاه حسن عبد وعلي وجيما كدامعة المستقبل فمجر نرديد أنه حريو شيخ مركة حلينا له سهلا ومرحبا بك الله الله صلى الله عليه وسلم الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين لما أنضت كما شاء أسبوع هذا المسلمين علماء من بيه إني آدم بره دعالة أرضى والدين طمان وسلامتين إلهي سبحانه وتعالى أيها كل شكرين أنا ما أعطي أسكو إمات كان نم بركيسان ماشي نعصو إمانة وقت كان بركيسان رمضان مساجدك إلهي أنا أقول ما أعطينا سبحانه وتعالى إلهي كسفه وحنو ما أعطينا كذلك ذلك أرمي كسفه شقيه يسف استوى أغسفه شقيان في حفلة سؤال أبا بولي ذاتك لجنة التحكيم dadkii arintan ka soo shaqeeyay ayaa maatay ya maats kale ee ka soo subhana taala fadhiga na fadhiga wa fadhiga aad u baraka badan nabi wuxuu ilaahay calayhi salaatu wa salaam ma jalasa qawmun majlisan yadhkuruna allaha fihi illa hafathum al malaa'ika wa ghashiyatuhum ar rahma wa nazala alayhim sakinatu wa dhakarahum allahu fi man 'indah nabi wuxuu ilaahay calayhi salaatu wa salaam dad haday meel isugu imaadaan أيوه إلهي حسايان وحي الرامبا حسان قرآنك أيوه حكى الله ما أرتم عنها إلهي سبحانه وتعالى لو قلت وهذا نوع الروحة هذا قرآنك أنا أقول فضل بها وحي إلهي لو حسان ضدك أيها ملائكة آية هررين بجير النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبا مهدسن أولا وآخرا نقول كل مياي مساجد ابن القيم annaga u dabaal dagayno tartankii quraanka iyo weynayntii kitaabkii ilaahay rabbi ba maatsan waxaan jeclahay kelimada koowaad inaan uga faa'iideysto
in aan u mahadnaqo sidii horeyba loogu mahadnaqay dhammaan xuduurka nagala soo qayb galay xafladan aan ku maamuusayno dadkii qur-aankii ilaahay xambaarsanaa. Runtii ma aha xafladaha kale la mid ma aha, waa xaflad aad iyo aad uga qiimo badan. Waa xaflad aan filayna nin waliba inta uu meesha fadhiyo in uu Rabbi subxaanahu wa tacaala agtiisa ajir ku leeyahay. Marka waxaan leeyahay, dibtum wa taaba mamshaakum wa tabawa'tum min aljannati manzilan insha allah. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa mudanaha laga soo doorto magaaladan Gaarisa oo noo ah marti sharaf xafladan aan maanta u fadhino. Run ahaantii tan iyo intii aan soo wadnayna qayb weyn ka ahaa geedi socodka jamciyadda, waxaan leenahay wixii wanaago aad sameysay Rabbi subxaanahu wa tacaala ha yeelo fii miisaani xasanaatik, wixii kheyroo aad ku doonayo ay janno ugu weyn tahayna ilaahay goynaha ku siiyo, wixii shar oo aad ka cabsanayo iyo naar ugu weyn tahayna Rabbi ha kaaga badbaadiyo. Aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa. Kolle aniga warkayda uu soo koobanayaa koobnaanayaa waxaa la sheegay inaan ahay ra'iis jamciyatul qur'aan alkariim, laakiin inay nasiib darre ahayd iyo inay nasiib wanaag ahayd ma garanayo. Jamciyadda waxaa la sameeyaa doorasho sanad kasta markay musaabaqada dhammaato, laakiin aniga nasiibkayda wuxuu noqday labadii sano aniga ra'iiska aan ka ahaa in ay noqoto labadii sano corona lagu jiray. Marka laakiin alxamdulilah safartii horena may qabsoomin tartankii, laakiin maanta ilaah baan ugu mahadinaynaa waka aan u fadhino tartankii aan soo wadnay. Jamciyadda sida laidiin sheegay magaceeda waxa weeyaan jamciyatul qur'aan alkariim bimuqaadacati Gaarisa ama Gaarisa County Quranic Organization, magaceeda saa ayaa la dhahaa. Waxaa la aasaasay 2010-kii ayaa la aasaasay. Hadda qaangaarkii baa wax yar oga dhimanoo waxay maraysaa 11 sano, marka wax yar baa noo dhiman, waa qaar mar dhow inay qaangaarto ayaa la rajaynayaa. Weliba markay qaangaartana waxaan samayni doonaa xaflad qaangaarkeeda loogu dabaaldegayo hadduu Ilaahay nabad naga dhigo. Olajeedadii loo aasaasay waxay ahayd in laga qayb qaato qur-aanka kariimka ah kor u qaadidiisa, qur-aanka kariimka ah in la jeclaysiiyo dhallinyarada noo soo kaceysa oo muslimiinta ah, dugsiyadeennii in lagu abuuro ruuxu tanaafus wax la dhaho inay tartamaan. Markii musaabaqada la qabanayo waxaa dhacayaa ardaydana inay tartamaan, macallimiintii dugsiyada joogayna inay tartamaan, waalidiintii carruurta dhalayna inay tartamaan. Waxaana xaqiiqa ah sida horteeda halkan looga sheegay, maalmaha musaabaqada halka ay ka socoto waalidkii halkaa imaado cunugaada meel kale u qaad buu hilmaami, waa xaqiiqa jirta. Marka saddexda ayaa ka dhashay olajeedadii la lahaana taa ayay ahayd in waalidiintii ay ku tartamaan carruurtoodii qur-aanka inay bartaan. Maxaa yeelay adi hebel oo deriskaadii ahaa markii cunugiisa intuu halkaa fadhiisto qur-aankii uu akhriyo, waanubaa in badan waad walbahaari, in badan waad la xawsani, kadibna tilaabadaad qaadi waxa weeyaan tilaabadii isaga uu qaaday inaad uga dayato. Dugsiyadii baa tartamayaan haddii la dhahay, macallimiintii dugsiyada jooga nin waliba in uu muxuga intuu xirto dadaal meeshii u dambeeyey bixiya ayaa ka dhalatay. Ardaydii laftarkoodii waa la tartamayaa haddii la dhahay, waxaa dhacday nin waliba inuu dadaal badan sameeyo. Olajeedadii loo aasaasay jamciyadda taa ayay ahayd. Waxaanan leeyahay alxamdulillah aad iyo aad ayaa loogu guulaystay tan iyo markii ay bilaabatay jamciyatul qur-aan howlaheedan. Isbeddel badan oo dhinaca qur-aanka ah ayaa ka jira magaaladan Gaaris, korukac fara weynna waa laga dareemayaa, maxaa yeelay dugsiyada inta badan waxaa dhici jirtay kuwa casarkii la akhristay ilmaha in loo diri jiray, laakiin kumaan kun oo arday ah oo shaqo kale loo dirin oo inay qur-aan xifdiyaan keli loo diro ayaa soo baxday. Marka taa iyadana waalidkii waan uga mahadnaqaynaa. Jamciyadda dadaalka ugu weyn ay sameyso waxa weeyaan in ay qalqaaliso musaabaqada qur-aanka kariimka ah, waxaana guul weyn ah in ay 11 sano oo isku xigta
أي أسورة قشة بتوفيق الله سبحانه وتعالى إن أي قبطم مسابقة أيضا مركا ألك أحد كدرمي هيسا إن أي كر أسعته إن أي هكسن هيسو ملفي عن وضفي عنا إن أي وهيسو مركا وحان لنا هاي قوشي أقوى ينادون سمينا وحاويان كو يتبان سنة أو اسكو حكتا إن ترتكى قرآنك أوسم باقنين سنة كهذا أنصار دافني أو كرونا نجاب جي كري أما هنا وحن ربا إن أنت المامو عقبوينك أما دباتوينك هريال الجمعية عدي أقوى بناد أو تن إيا مركي أم باللوني نسو قربتاقنين خير الله هسيو إله يحف ديو وولالكينا مدانا آدم بر دعالي آدي آدبانا نقام هاد نقينا مركا عقبية عقبية أقوى النواتا تمويل كذين وهالك تقريبا سنة كان جريدة أن استعمالي أو أنكو استعمالي مسابقة ذني وهي جارسة تقريبا هل مليون أفر بقول يا كونتون كون هل مليون أفر بقول يا كونتون كون أي أنكو استعمالي سدح بقول وحنك قادنا يدتك أعضاء أها بقول يا كونتون وهي كيما تدتك مشاركين تأها هل مليانا وحكوب بحيي مدن آدم بر الدعاء خير الله سينك هل لو دعيو سجا أيكوب بحيي مركا وحن إيه كرنا جملة سجا أيك فعل قادم مانتا ميزانية دكوب بحدي مسابقة ذا أن مانتا أفضلنا واتا وحورك إذا كسو جب جبينا يا مسلمين تعود كذا مغلي إيه أنت هرت إذا فضل دمان وح هل كان لغوها يا ودينتي إلهي وح هل كان لغوها يا وقرآنك وحنا أجاتا الدين تأيدا كوما باهنا أذا أباهن خوفك بنا أدن كا دبع أهان وحكو أبورا ماشي يقول أي كجر تنا إنه كم مختو جعلي هاي ماشي يقول درا أي كجر تنا إنه كعر رأي جعلي وحه بال أو بلن إلهي كتاب كا القرآن كا إيه الدين تا ويقول السنة أدي قاعد كجر تا أدي قام كجر يبو مر هدي قوشا بلن قاد إلهي أي تا عيد ولبا وحدن أو أين أي كرح موقتو إن أي كبح موقتا أسقى أي شرف أطهي رب سبحانه وتعالى يا وعليه هاي